على سلامتكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في الفيديو نتاع اليوم غادي نهضروا على المعايير والعبارات اللي نكيلو بهم في الكوزينه، وهذه المعايير يختلفوا من بلاد لبلاد. دوك نفهمكم كل شيء. في العالم كاين زوج نتاع الطرق اللي نكيلو بهم. الطريقه الاولى هي استعمال الاكواب اللي هما لي كوبس، اللي يستعملوها البلدان الانجلو ساكسون كيما الامريكان، كندا، استراليا والانجليز. وهذه الطريقه يستعملوها تاني ناس المشرق العربي كيما سوريا، مصر، لبنان وبلادات نتاع عرب واحد اخرين. والطريقه الاساسيه الزوجه اللي غادي نهضروا عليها هي طريقه الميزان، واللي التحديد بالغرامات هو لاباز نتاعها. وهذه الطريقه يستعملوها البلدان نتاع اوروبا كيما الالمان، فرنسا واسبانيا، ويستعملوها تاني في افريقيا كيما المغرب الكبير والجزائر، وحده من هذه البلدان، وبلا ما ننسى جنوب افريقيا اللي هما تاني يخدموا بالغرامات. والهدف نتاع هذا الفيديو هو اني نعلمكم كيفاش تخدموا بالاكواب ونشجعكم باش تستعملوهم. علاش؟ اولا خاطرش استعمالهم بخاتيك بالبزاف، ويخليكم تقدروا تطبقوا بزاف نتاع لي غوسيت تلقاهم في الانترنت، وزيد بزياده متوفرين بسوم رخيصه عند اللي يبيعوا حوايج الكاطو، فريمون رايحين تلقاوهم بكل سهوله. صدقوني هاد الاكواب يسهلوا بالبزاف الخدمه، ودرك نفهمكم بالديتاي. شوفوا هنا عندي المجموعه نتاع لي كابس فيها 4 كيسان، والسعه نتاعهم هي 1 كوب اللي عادل 250 مللتر، نص الكوب اللي هو 125 مللتر، ثلث الكوب اللي عادل 80 مللتر، وربع الكوب اللي هو 60 مللتر. كي تستعملوا الاكواب نتاعكم باش تكيلوا سوائل، السعه نتاع هاد السوائل راح تبقى هي هي مهما كان نوع السائل، حليب، ماء، زيت، عصير الى اخره. بصح احرزوا روحكم، السعه نتاع الاكواب راح تتبدل كي تستعملوا النواشف. درك نفهمكم، نعطيكم مثال. كاس نتاع فرينه ما يساويش كاس نتاع السكر. وعلاش؟ الكاس نتاع الفرينه اذا وزنتوه تلقاوه يساوي 150 غرام، والكاس نتاع السكر فيه 200 غرام. والسبب هي الكتلة، كل مكون ناشف عندها الكتلة نتاعه تختلف على مكون واحد اخر. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه النقطة على خاطرش بزاف مهمة. اما لا الا بغيتوا تخدموا كاش غوسيت لقيتوها بالاكواب، ما تنساوش المعلومات اللي مديتهم لكم من قبل. بصح سؤال اللي يطرح نفسه هو شندير اذا بغيت نخدم غوسيت مكتوبة بالاكواب وانا ما عنديش هاد الاكواب في كوزينتي؟ ما تتقلقوش، خممت في هاد السؤال والجواب هو استعمال الكاس نتاع الماء اللي يرفد 250 مليلتر واللي كاين في قاع الديار. راني نهضر على داك الكاس الشفاف كيما اللي تخدم به ام والد، واللي على بالي بلي كاع تعرفوه. وهذا النوع من الكيسان تاني بزاف خاتيك، وفيه بزاف نتاع الموديلات كيما هادو اللي راني حاطتهم لكم هنا، ويقدر يعوض مجموعه الاكواب اللي راني نهضر عليهم، بشرط لازم تكون عينكم تميز مليح. ودرك ارواح نفوتوا المجموعات معالق القياس. كيما عندنا اكواب القياس المحدده، عندنا تاني المغارف اللي هما تاني دقيقين بزاف ويسهلوا المهمه. ونبداو ب 1 تيبل سبون اللي تعادل مغرف نتاع العشاء. عندنا تاني 1 تيسبون اللي هي المغرف نتاع القهوة، عندنا 1/2 تيسبون اللي هي ديك المغرف صغيرة اللي نحركو بها لاتاي، ومع التالي عندنا 1/4 تيسبون اللي هي ربع مغرف نتاع القهوة. وماذا بكم غير ما كلا تضحكوا على لونجلي تاعي في لي كومونتير. وخمم تاني في الناس اللي ما عندهمش هاد المغارف، وعطيت لكم البديل واللي هو المغرف الكبيرة، المغرف المتوسطة، والمغرف الصغيرة، والربع عبروه بالنص نتاع المغرف الصغيرة كاع. وهاد المغارف متوفرين عندكم كاملين. وبيان سور ما ننساش تاني نوري لكم الطريقه الصحيحه اللي عمرو بها الاكواب والمغارف نتاع القياس، خاطرش مهمه هاد النقطه. تبعوني، اذا كنا رايحين نعمرو كاش سائل الامور باينه واضحه كيما راه قدامكم. بصح اذا بغيتوا تكيلوا النواشف لازم تعمروا الكاس نتاعكم ولا المغرف للفم، ومن بعد تجيبوا خدمي وتكرطوا هذيك الزياده نتاع الكاس ولا المغرف، وما لازمش يقعدوا بومبي خاطرش القياس يخرج لكم غلط. وباش نكملو ننصحكم يكون عندكم ميزان الكترونيك في كوزينتكم بزياده على الاكواب، لازم تحاولوا يكون عندكم كامل مستلزمات القياس هكذا باش غوسيت ما تحبسكم. والنقطه اللي نختم بها هي هذا الكاس الكبير المدرج بالاحمر، واللي ما نقدرش ما نحكيش عليه باسكو راني متاكده بلي كل دار في الجزائر عندهم هذا الكاس، وتصيبوا فيه تدرجات خاصه بالسوائل وتدرجات خاصه بالنواشف. وكما راكم تلاحظوا بلي كل مكون ناشف عنده التدرجات الخاصه به، وهذه الحاجه تكونفيرمي لكم الهضره اللي قلتها لكم كاع في الاول نتاع الفيديو فيما يخص الفرق في الكثافه بين المكونات. هذا الكاس فيه تاني تدرجات بالاوز والاونس، وهما وحدات قياس للسوائل يستعملوهم قطريه في الامريكان. من جهتنا حنا نستعملوا المليليتر ولا سنتيلتر، مليحه تاني يكون عندنا اطلاع ومعلومات. ان شاء الله المعلومات اللي مديتهم لكم في هذا الفيديو يكونوا فادوكم، وتاني نكون كوراجيتكم وحفزتكم باش تستعملوا الاكواب في كوزينتكم. ودرك ما بقى لي غير نبقيكم بخير حتى نزيدو نعاودو نتلاقاو في فيديو ولا بوست جديد. بقاو على خير.